بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب مع درس جديد في مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر. سنأخذ اليوم الحصة الثانية من درسنا الذي هو بعنوان الكتب الستة. وسنسعى بإذن الله في هذا الدرس إلى تحقيق هدفين اثنين لا بد أن يحققهما الطالب. الهدف الأول أن يعرف بصحيح مسلم، والهدف الثاني أن يستنبط ترتيب سنن النسائي. نبدأ الآن وعلى بركة الله. الهدف الأول وهو أن نعرف بصحيح الإمام مسلم. أطلب منك الآن عزيزي الطالب أن تأخذ الكتاب وتفتحه معي في صفحة 112 لنقرأ سويا ونتعلم تعلما ذاتيا من خلال الفقرة المذكورة في الكتاب. دعونا نقرأ الآن. صحيح مسلم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هو مسلم بن الحجاج. إذا الفقرة الأولى اسمه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. ولد في نيسابور عام 600 للهجرة، ولها ينسب أي يسمى مسلم بن الحجاج النيسابوري. إذا قلنا نسبة لها ينسب أي ينسب إلى نيسابور. قال كان والده من العلماء. إذن الإمام مسلم رحمه الله تربى في أسرة ذات علم وفيها عالم من العلماء، فأرشده إلى طلب الحديث وهو صغير. إذن الإمام مسلم رحمه الله تعالى طلب العلم وهو صغير. ولو تذكرون الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما مر في الحصة السابقة كذلك طلب العلم وهو صغير، ثم ارتحل في طلب الحديث النبوي حتى صار إماما فيه رحمه الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله ارتحل. ولو تذكر عزيزي الطالب أن الإمام البخاري مر معنا في ترجمته في الحصة السابقة أنه ارتحل في طلب الحديث. إذن العلماء الحديث والمحدثون من العلماء يرتحلون من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك صار إماما من الأئمة في هذا الفن. وتوفي رحمه الله تعالى في نيسابور عام 61 و200 للهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد أن أخذنا ترجمة مختصرة لهذا الإمام الفذ وهذا العالم الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، دعونا نتكلم عن هذه الموسوعة الحديثية العظيمة التي ألفها صحيح مسلم، هذا الكتاب الذي أدهش العلماء من بعده. مميزات صحيح مسلم: أولا، ماذا سماه؟ ما هي تسمية الكتاب؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى سمى كتابه المسند الصحيح، هذا هو اسمه. واشتهر بين الناس بأنه صحيح مسلم. من مميزات هذا الكتاب أنه اقتصر على الأحاديث الصحيحة، ولذلك حتى من اسمه اسمه صحيح مسلم، أي أنه اختصر جميع الأحاديث ونقحها فأخرج لنا هذا الكتاب صحيح مسلم. اقتصر فيه على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذا الكتاب رتبه الإمام مسلم رحمه الله تعالى على حسب الموضوعات. ولو نلاحظ عزيزي الطالب النقطة الثانية والثالثة مثل الإمام البخاري رحمهم الله جميعا، يعني الإمام البخاري اقتصر على الصحيح والإمام مسلم كذلك، الإمام البخاري رتب على الموضوعات والإمام مسلم كذلك رحمهم الله جميعا. والآن عزيزي الطالب بعد أن انتهينا من الهدف الأول
دعونا نتأكد من أن الهدف قد تحقق عندنا، فهل نستطيع أن نجيب عن هذا النشاط؟ في الكتاب في صفحة 113، افتح مع الكتاب ولنجب سويا على هذا النشاط. مقارنة جميلة ومختصرة بين الإمام بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. اسم الكتاب صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، هذا الكتاب. بينما صحيح مسلم، قل معي، هما كلمتان فقط، المسند، أحسنت، المسند الصحيح. صحيح البخاري من مؤلفه؟ هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. أما صحيح مسلم فمؤلفه مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهم الله تعالى. وترتيب الأحاديث ذكرنا أن كلا الإمامين رتبا على الموضوعات، إذا الإمام البخاري رتب على حسب الموضوعات، والإمام مسلم كذلك رتب على حسب الموضوعات. وهؤلاء الأئمة عزيزي الطالب، هؤلاء العلماء ينبغي لنا أن نوفيهم حقهم بدعاء وبذكر وبترحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم كما كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من القيم التي يجب أن تغرس في نفوس أبنائنا وطلابنا، حتى ندعو لهؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا فنقول جزاكم الله تعالى عنا خيرا. مر معنا عزيزي الطالب الكتب الستة، أخذنا الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم، وتكلمنا عنهما. بقي الآن الحديث عن السنن الأربعة. هذه السنن الأربعة سنبدأ في الكلام عنها بعد أن انتهينا من الصحيحين. بعد أن انتهينا من الهدف الأول، دعونا نتكلم الآن ونستنبط كيف رتب الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتابه. أولا يجب أن نعلم أن الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى ألف كتاب وسماه السنن الكبرى. هذا كتاب السنن الكبرى، كتاب كبير الحجم وكثير الأحاديث، اختصره حتى أخرج منه كتابا سماه السنن الصغرى أو المجتبى. المجتبى، المجتبى هو كتاب مختصر من السنن الصغرى. ورتب الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذا الكتاب على أبواب الفقه. كيف رتب على أبواب الفقه؟ تأمل معي، هذا مثال من فهرس كتاب المجتبى، كتاب الطهارة وتكلم عن أبواب الطهارة، ثم كتاب الصلاة وتكلم عن أبواب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، وهكذا. إذن ترتيب الإمام النسائي رحمه الله تعالى ترتيب على أبواب الفقه. بعد أن انتهينا من الهدف الثاني، أجب عزيزي الطالب عن هذا السؤال: كيف رتب الإمام النسائي كتابه المجتبى؟ هل رتبه على حسب الموضوعات أم أنه رتبه على كتب الفقه؟ وفي الختام، بعد أن حققنا ولله الحمد الهدف الأول والهدف الثاني، أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم، وأذكركم بالإجابة عن أسئلة التقويم. أجب عزيزي الطالب عن أسئلة التقويم، هذه الأسئلة مهمة جدا وهي تمس صلب المنهج. لنجيب معا على هذا السؤال، أذكر اسم الكتاب الذي صنفه كل من الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النسائي. الإمام البخاري لو تتذكر معي عزيزي الطالب هو الجامع المسند الصحيح المختصر، أحسنت، من أمور رسول الله وسننه وأيامه. وكتاب الإمام مسلم كلمتين اثنتين، المسند الصحيح، أحسنت. وكتاب الإمام النسائي سماه المجتبى، أحسنت عزيز الطالب. ونكمل كذلك السؤال الثاني، أذكر نبذة عن حياة كل من الإمام البخاري، الإمام مسلم، أي تكلم عن
مختصر عن حياة هذا الإمام، قد مر معنا في الدرس السابق أن الإمام البخاري طلب العلم وهو صغير، وحفظ القرآن وهو دون 10 سنوات، وارتحل في طلب العلم. والإمام مسلم كذلك أرشده والده لطلب العلم وهو صغير. السؤال الثالث: أذكر الكتب الستة التي تعد من أمهات الكتب في الحديث النبوي. وهذا السؤال من أيسر الأسئلة ومن أخف الأسئلة علينا. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم سنن النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.